رجل سافر لطنطا على أن يعود مع وقت العصر، أن يكون في قطار عودة قبل أذان العصر، فهل له الجمع والقصر في صلاة الظهر والعصر؟ الأحد إلي أن هو يجمع ويقصر، ومسافر المنصورة لطنطا، فهو أدرك الظهر في طنطا ويرجع في قطار العودة بحيث يصلي هنا الإيه؟ العصر. من أدراك أن القطار وقطارات مصر في غاية الدقة، في غاية الدقة، يعني القطار الساعة 5 لو رحت 5:30 خلاص ما تلاقوهوش، يعني القطارات هنا دقيقة جدا، وهناك عناية تامة جدا بالسكك الحديدية، عناية فائقة. نعم. فمن أجل ذلك أقول الأولى أن أنت تصلي العصر قبل أن تركب القطار، لأننا نسمع كثيرا عما يحدث القطارات من تأخير وأحيانا من انقلابات. طبعا أنتم تخشون من كلمة انقلابات، ولكن انقلابات القطارات ليست كالانقلابات الأخرى.